اسمي أسامة طه من البيري. غريس سوما من مشمش. شرب المطة من أهمش. من حلب عكار. من بعلبك. من رشايا الوادي. من مجد البلهيس. من برج البراجنة. من جنسنية. من عنجر. من صيدا. من شمال. ونحن واي سي سي لبنان. واي سي سي خلتني أعرف الطبيعة أكثر. الواي سي سي عبارة عن بروجرام بيركز على يعني كتير دومينز. Very informative. It's a very nice experience. من الصبح منبلش من الصبح لما نقوم نعمل سبور. نتروى ومنضلنا ناخد سيشنز للسبعة. والحلو بالواي سي سي انه بيفرجيك الثيوريتيكال بارت، بنرجع نطلع على الطبيعة دغري. عملنا نشاطات كثير، كل شيء فورست مانجمنت، كيف عملنا انفنتوري الاجرو فورستري هلا ريسنتلي، تشحيل والبي كيبينج، شحلنا بايدنا، نظفنا حتى تحت الشجر، رحنا على نهر ابراهيم اخذنا اي دي ان اي سامبل. انا دايما نسمع عن عالم النحل انه رحنا شفنا بعيوننا، كان شيء عن جد ما بينوصف. عم بعمل مقارنة بين قبل أنا كيف كنت وقصة بعد 4 أشهر، كتير عم لاقي فرق. واي سي سي زاد ثقتي بحالي. بس جيت على واي سي سي شوي شوي بلشت أعرف أنا شو بدي، أعرف البيربس تبعي بالحياة. ما كنتش أجي على الوقت ولا شيء، هلأ على الوقت تماماً. تغيرت، صار عندي عائلة جديدة. أعطي البريوريتي لحالي ببعض المواقف اللي كنت بدي فيها غيري. كنا عم نتعرف على كل لبنان، عم نزور كل المناطق. شفت لبنان بصورة تانية. الحلو فيها أنه غير عن البروغرام أنه بتاخد أشياء من رفقاتك اللي أكتر من رفقة صاروا عائلة. يعني بتفكر أنه هلأ بكل لبنان عندك معارف، بكل لبنان عندك بيت، هيدا شيء كتير حلو. كيف الواحد أنه بخاف يموت وحيد؟ ما حنموت بقى وحيدين. تعودت عليهم بسرعة مش طبيعية. كل يوم لازم شوفهم، إذا غاب حدا منهم بحس إنه في نقص. عم نضلنا نشيطين، نضلنا محمسين كل ليلة إنه خلص بدنا نسهر بدنا نعمل جمعة. عم إيش أجمل أيام. من وراء المحبة والألفة بيناتنا هيك بتسقط حروف الأنا تتكتب حروف النحنا. فهيدا النحنا I'm in love with it. يا الله رح أبكي بس. واي سي سي بالنسبة إلي هي مجموعة أحلام كنت أحلم فيها من قبل، بس ما كنت متوقع أنه لقيها بفرد محل. الواي سي سي مش بس 6 أشهر، الواي سي سي مكملة معنا كل العمر وعشنا يعني أيام مستحيل تنتسى صراحة. رح نفل ببسمة وبدمعة أكيد كلنا. وأحلى شيء صار بحياتي أني تعرفت عليكم. واي سي سي بحبكم كتير. يا أستاذ شعد قصيرم بحبكم كتير. ألف وردة.